يا الله بخاف انا من الليل. مش مشكله، ايش بدنا نعمل يما؟ صح؟ بس بطول الليل. طول الليل؟ الليل طويل. صوت القصف. أبغى الحرب تكون زي هيك. كم من حرب أنا عدت معك؟ ثلاث حروب؟ لا، حربين، تنتين. ماشي، الله يستر. طلع صوت كبير. خايفة لأني ثالث مرة أطلع من هذا الحرب لأنهم هم بضلهم يقصفونا. يعني رحت بدي أروح عشان أمرق الضر عشان آكل. لهو إيش إلا هو أجا صاروخ دمر كل هذا. لهو إيش رحت خشيت من هنا الدخنة، مش عارفة فتح عيني، مش عارفة أتنفس، كل حجر خبطت بظهري. مسكت بزلمة هنا والزلم حكى لي ما تخافيش. دخلنا بهذه الدار، هذيك الدار كانت فيه مرمى وجروحة وكل حاجة. احنا دارنا بالبريج كانت وانقصفت برضه، وتعبت ومشيت حتى على القزاز، رجلي تجرح حتى كنت لما هناكي. وانا كمان عيانة مريضة بالكلى، كان ما كانش الدنيا حر، بابا ضل ياخذني على هذا، ما كنتش اعرف اتنفس حتى. تعالوا. كنا قاعدين بدنا ناكل، بدنا نفطر فول، انكب برضه عن كل جيوني على نارنا. حتى السبق، حتى الشقف وقع. دور عشان نجيب الخبز كله فسفور. مش قادرة. وقصف كمان طلع سقف السقف، مش عارفة هيك دبة هيك كبيرة. هيك بوم زي هيك، مش عارفة كل الدخن طارب وكل حجر صغار علي كمان. هاي بستي كمان، وفي عندنا كمان بستان. هيهم عمري 9 سنين بصف رابع، رح بطلع من الأوائل. أنا موظفة جامعة الأقصى. طلع موظفة جامعة الأقصى إيش يصير فيها؟ أنا أشتغل سكرتارية، هاي وضعنا من مكان لمكان نتنقل. وين بدنا نروح؟ فيش، لفيت كل الدنيا ما فيش مكان. فيش، كله نازحين، كل بيت بتنهي فيه 30 نفر 40 نفر. ما فيش، مش متحملين بعض، يعني هذول عندهم ناس اللي في غزة وهذول عندهم ناس اللي في غزة. كله ملان، أنا كله يوتي جبال يا بيت حنون، كله سكان غزة. هيا المية الحلوة. لازم أنا أختم على كل شيء. كيفت البارح احنا من نقول ده ما ضاق. اذا خذي معي المويه، خلني اشوف الضوء. يلا والله حرام زي كيف الدور حتى مكتوب بالله حتى اللي على اخر الشارع. هدم كل هدول الدور، صرنا نمشي على احجار مش على ارض.
حرام طلعت كيف القزاز كله نهزه. حتى هان في كمان دور. هاي هذا حاطينه على خشب. خشب عشان ما يشوفوهمش الناس. حرام. حلو التلاجة. والله بخاف حتى كمان يقصف الجامع. طلع زي كيف الردم. من وين؟ من تحت؟ من وين؟ تعال نروح هنا. لسه والله بعيد. والله لسه احنا بعيدين. كيف بتمشي تحت يا إلاف؟ إلاف كيف بتمشي؟ يلا خرعنا. صرنا نوقف على المية وقوفة. تستنيني ماشي؟ خلاص عبي هاد شوي. عم تقيل القلم. تعالي خذ. بعدين هذا شيله من هنا. بدي احط الطاوله انا. هذا هنا على اخر درجه. زيح لي هذا هناك كله. انا بدي اقعد اخر درجه. زيح لي هذا كله هيك. سكتهم يا حسن. دوشوهم يا بنت. خلاص اسكتوا. العقب جبته من وين حسن؟ دارت فوق الماء. يعني المكان الدار اللي انقصفت جابوا الخشب. الحين شبابنا موجود وبدك هي لو تنزل قبطه كان حياة تمشي. بس فيش حاجه. ما فيني مرق ولا قبطه ولا شيء ولا حاجه. لانه المخبز على الدور. المخبز على الفاضي على الدور. بياخذ على كل لا وبياخذ طحين. على كل كيلو طحين بياخذ شكل ونص. حياتنا يوميا نفس الشيء. تعب وشقة في هذه الحياة. خلصنا. هاي اخر واحد. يلا يا حسن هذا اخر واحد اللي معي. وديهم منهم. يلا ركب على هذا على القلاية. اصلا الزهرة اول الحرب لما اجينا هنا كانوا بدهم زهرة. اولادي ما لقيناش للمقلوبة ما لقيناش زهرة. ما كانش متوفر جديد. اليوم دبرنا الخشب عشان كان القصف. بعد هيك من وين نجيب؟ من على البحر. لقوا خشب اصلا حطب. لازم نروح. جوعان يا حرام. كل الشعب. تعالي سنفور. كل الشارع نفسه ايش بهدنه. لو الله بس اعطينا هدنه بس ثلاث اربع ايام بتقدر الواحد يتحرك. في منطقة القدس كلها الشرقية بما فيها سوربائر هي أصلاً في حالة تأهب ومعززة على نطاق واسع. وأيضاً المستوطنين في جميع سواء في القدس أو في الضفة. اشتقتي للمدرسة؟ انزوم. روحي تشوفيها؟ انزوم.
خلينا نشوف البرج هذا المقصوف. هذا أهلي كانوا فيه. طلعت. هيو. هيو شايفة كيف؟ يا الله كلها كله راح. هاي شارعنا هاي محمد هاي شارعنا هاي محمد هاي محمد الدره يا وردي يا وردي يا وردي علينا ايش المناظر هذه انزل 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 اليوم كيف الحال؟ والله كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ وينه؟ كيف امورك؟ ان شاء الله تمام. يا سمر حسين بالراحة بالراحة. عم ابو صالح كيف حالك؟ شكوش لا بدنا حاجة نفتح. خذي هذا. يا شيخ خذ وخذ. ايش هذا؟ ايش هذا؟ يما خلص طلع البطون. ايش هذا خراب؟ طلع المطبخ. هاي محل ما كنا هنا. هاي لعبتك يا إلهي. وينها؟ في كمان عروسة الكبيرة. وينك؟ وحدي خليني معلقين. يما تبسطيني. ابد هديتي عروستي. بخاف حد يتقع علي. فيش حاجة بتقع فيها. هيا وعيد يوي امسك امسك وعيد اصداد اخر اغراض طلع فوق كل الباب طاير شق الاوضه طلع بالكفايه يا الله كيف طلع واعي بيستغروني هدي هدي تشوف اول يوم رضا عملنا هاي اللي فوق هاي حرام هاي طقمي نديه طقمي هاي طوقك مسك هاي شمتيكو يا ما تجيبيش ما تجيبيش شيء يما الباب طاير طلعي نادين جاكيتك البيضه هذا خشب هيقع هاي عروس خشب هيقع كيف سايره والله حجر وانت وديهم هذول خليهم هين فش 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 دمار ها ابعد انا بطلع هاي عروستي هادي يلا هاي بستانك وردين يا رب شوي 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 ما تقعش الفشل اي اي استنى استنى الكيس هاي بحطه بشنطتي هاي حساب ماما ماما هاي كل كتبي ودفاتري ولقيت كمان شهادة التقطيع هاي في مي تحطيش كل شيء بس هاتي لي هدولة والجاكيت البيضة ها بتدخش انا هحط كل شيء حطيت بواتي والعابي وهناك حطيت كمان ألعابي وهنا كمان أوائل ودفاتري وكتبي لا هذا الشيء يا الشرح المدرسة أساسا Thank you.
هذه اختي كمان اشتقت لك. تعالي هذه اختي حابه تشتري. يلا انت مدرسه بالمدرسه. انتو بالهدنة حكلنا بكم كتير احلى كتير نحن في ايه بس انت رحين يعني بالمدارس بصير بالمدرسة عندكم شيء؟ لا بس بصير قصر حوالينا صاروا فيه مصابين مرة ابوي كان عند القصر بالمدرسة يو انا كمان خيلتي بالمدرسة واحنا بالمعصر احنا بالدار أنا بفكركم بالمدرسة لا أنا بالدير بدار بندار الحين دي الله استقبالك صرنا نقول بعثت لك أنا رسائل لما أمي صلّاش أنا بعثتهم هيك يلا يلا الليل بالضبط في الحياة اللي احنا بنعيشها الليل بشعر ضفت لك يا ليل عماد مش الموال كليني لهم يا أميمة ناصبي وليل أقاصيه بضوء الكواكب تطاول حتى قيل ليس بمنقض وليس الذي يرعى النجوم بآهيب اضرب هنا كيف؟ يعني تشوف هاي يا رجل كويس منا ان احنا لسه هياتنا بالليل بدل نصحى كيف ما رحتش البريج؟ والله البريج مدمر نهائيا عارفه البريج كل دقيقتين بصير عندك خط ناري كل دقيقتين بصير عندك خط مصاري مربع منك نهائيا كيف عند طالب شهيد؟ ولد اكثر من 40 داره تريتهم من كلها كلهم قلبينها من تحت ومين انا؟ انا سما العجوزه أنا يوسف بقولنا سلموا عائلات اليوم شوفوه ليش يوسف صاير بقول لي سلم عائلات شعيب عشان يوسف صغير عشان في الروضة ما يهمش أنا بس دورت على محمد طه ما لقيتوش غادة أوفا قلت أسلم عليه قلت أسلم عليه قلت أسلم عليه محمد طه طيب ماشي صاحبة من مرة الروضة مرة جاي نجيب لك إياه معانا بس يا عماد هذا الأنتين يا عماد شو بدها فيه محمد طه لقيت واحد هين غيره لقيت غيره يمكن ابو صلاح تعب ابو صلاح ابو صلاح ايه لا بد لليل ان ينتهي اللي بيطلع عليه الصبح هذا بقول الف الحمد لله شو اكثر حاجه نفسك يصير بهذه الدنيا الحين تخلص الحرب عشان نصير ايش مطمئنين ان احنا نطلع ونروح نيجي صح ونروح ننقل بكرة بدك تاخذوا كل العفش؟ كله شو معنا الحصيرة والفرشات والأواعي وأغراض المطبخ إيش كمان أخذ لك معنا؟ الألعاب طيب من شنطتك لحالها بتحطي شنطتك وبتحطي فيها كل في كمان معي كمان كيس هناك عامل لك خيمة وبدك تلعبي برا الخيمة بدي إيش ألعب؟ إيه؟ بقعد جوا الخيمة بلعب بألعابي نضلين عايشين يلا بدي انام بس خايفة انام من ايش خايفة؟ من الحرب طب ايش من الحرب؟ ايش نسوي؟ مين نايم جنبك؟ ليش دي وقفوها؟ مش عارفة ادعي قولي يا رب يا رب
فيقول يا وين مختار؟ والله قاعدين بنعمل في خيمة صور، بدنا نعمل خيمة وغرفة ونقعد فيها. هناك الجماعة قصفوا في البصة، قصفوا دارهم واضطروا ياخذوا منا الدار، بدهم دارهم لأنهم التانيين ولا يوم في الشارع صاروا. الناس اللي معطينا الدار كانوا نازحين فيها، انضربت دارهم امبارح في البصة، صار عندهم شهداء وإصابات، صار عندهم نسوينهم في الشوارع، فبدهم مأوى. قلت لهم من عين هاد قبل عين هاد، أنا بطلع على الأرض برا وأنتوا ضبوا حالكم. من كم يوم كان فاضي مش من الأيام هاد، إحنا قاعدين هاي الناس لسه شايف ولسه الناس بتيجي، هاي تطلع ولسه الناس بتيجي. فيش حدا، فيش ازدحام سكاني صار فوق البنادمين. لكن بنصنع الابتسامة وبنقول الحمد لله تعدي، والله بتعدي. احنا بننكسرش، هاي مشكلتنا اننا بننكسرش، قديش بنتعب وقديش هذا بننكسر. هم بس يحطوا الشادر والنايمة. هذه غرفة ننام فيها أنا وخالته وأمي ونادين أختي. هناك غرفة للنايمة. هذا حمام. قبل الحرب كانت حياتنا حلوة، كنت ألعب مع صحباتي، كنت أروح على مدرستي أتعلم وأرجع على البيت أحكي لماما شو تعلمت، وماما تدرسني وأروح أطلع ألعب زي هيك. وكنا نروح نطلع ناكل بوزة ناكل كيكة. كنت أطلع على المنصة أعمل إذاعات، فالمعلمات كانوا يحبوني كثير عشان كنت شاطرة. أنا كنت الأولى على الصف عشان هيك. كانت أحلى الأيام. بس لما أجت الحرب صارت مش حلوة معي. السوق يعني عند النخيل. عند النخيل. النخيل اللي احنا فيه.